السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الأوفياء ومشاهدي المغارب نيوز، أهلا وسهلا ومرحبا بكم أينما كنتم داخل وخارج أرض الوطن. في بث آخر وفي قصة أخرى من قصص المجتمع المغربي، بلا شك العديد من المغاربة لا داخل أرض الوطن ولا خارج أرض الوطن تبعوا معنا القصة ديال شيماء. شيماء الشابة اللي كتموت على شي حاجة سميتها الرجاء، الرجاء البيضاوي، كتموت على شي فرقة سميتها الرجاء البيضاوي. شيماء بطبيعة الحال كما تبعوا معنا المشاهدين ديالنا الأوفياء والعديد من المنابر الإعلامية كذلك اللي تناولت القضية ديال الشابة شيماء، كلهم كيعرفوا بأن الحمد لله وسبحان الله العظيم عندها واحد اللهم بارك عطاها الله شي حوايج مثلا اللي ما كتعطاوش لاي واحد. كتستطع ان ما شاهدتو معايا كتكتب النيف ديالها جميع ديال المشاهدين ربما تابعوا معنا القصه هذه. فاليوم جينا عند ناديه، ناديه كذلك اللي كتعتبر من النساء اللي ممكن اننا نرفعوا لهم القبعه واللي خصهم تكريم، حكم انها يعني كتساند بنتها في السراء والضراء لحد هذه اللحظه هذه الله يخليهم بعضياتهم. فجينا عند الاخت ناديه وشيماء باش نعرفوا الجديد، وسمعنا بانه عندها واحد العمليه ان شاء الله اللي هي العمليه رقم 5 غتكون عندها يوم الاثنين. فجينا باش نعرفوا الجديد ديال شيماء، تبعوا معنا. اختي ناديه السلام عليكم. السلام. السلام عليكم اختي. بغينا نعرفوا، سمعنا بان شيماء عندها ان شاء الله العمليه يوم الاثنين القادم ان شاء الله الساعه 8 صباحا. بغينا نعرفوا الجديد ديال شيماء، التفاؤل ديال المغاربه، كيفاش كان التفاؤل معها، كيفاش كانت الامور الحمد لله، كيفاش وصلت حتى وصلت للمساله ديال انه عندها رونديفو ان شاء الله نهار الاثنين باش دير العمليه ان شاء الله. السلام. كنشكر كاع الناس اللي ساعدوني واللي دعمونا معنويا وماديا، يعني واحد الاقبال سبحان الله على شيماء، كلشي دعم معايا ودعم مع شيماء ودعموني حتى معنويا، يعني كنحس براسي يعني انا درت شي حاجه زوينه بالنسبه لبنتي. الحمد لله كنشكرهم وكنشكر الجاليه ونشكر الناس ديال المغرب هنايا، النساء والدراري والبنات وكلشي، كلشي صراحه كلشي دعم معايا، شكرا لهم بزاف. وشيماء غدير العمليه ان شاء الله نهار الاثنين مع 8 الصباح مصحة الاطفال في الوازيز، دعيو معايا كنتمنى كلشي يدعي معايا دعواتكم لبنتي، كنتمنى تدعيو معاها، بقات لها هذه العمليه شويه صعيبه وهذا، تدعيو مع بنتي. هاد العملية على مستوى اش غديرها، واش اليد ولا الرجل ولا شنو؟ لا ديال يديها، درت ليها رجليها بجوج ويد وحده، دابا الحمد لله بقاتها يد وحده. يعني هذه يعني عملية دارت لها على اليدين؟ اليد ديالها كانت عوجه ليها ودابا غتقاد لها، عندها جوج عمليات غيدير لها الحديد، عملية شوية صعيبة ماشي سهلة. لا العملية اللي دازو الأولين، اللي دازو الأولين كانوا ناجحين؟ لا الحمد لله رجليها كيما كتشوفوا الحمد لله مزيانين، اليدها مزيانة، يلا كيف حيدنا لها الفقيقين مؤخرا الحمد لله كاينة النتيجة يعني تحسنات الحمد لله 100%. الحمد لله هي جالسة معنا ما كانتش كتجلس، انا كنت كندير لها مخاد باش تجلس، الحمد لله فرحانة معنوياتها طالعة. غنسولو بعدا غنسولو شيماء بعدا الحمد لله. شيماء الحمد لله دابا شيماء راه كتشوفي شوفي في الجمهور، شوفي في المغاربة شارة جاوي وحدهم كلشي الناس كاع اللي كيبغي شيماء. شيماء عطي شي دعوة للمغاربة. كدعم قالت لهم شكرا ياك، حيت كلشي عيط لينا كلشي دعم مع شيماء، كلشي دعم معاك ياك بنتي، كلشي كلشي كل المغاربة زوينين، زوينين المغاربة مزيان الحمد لله. الحمد لله يعني الحمد لله، يعني كما كتعرفوا شيماء مسكينة يعني إعاقة في الكلام ولكن الحمد لله ذكية ذكية اللهم بارك، ذكية لواحد الدرجة اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك سبحان الله، هي عارفة راسها ذكية. ما درتيش لنا شي عملية اليوم عاوتاني باش نشوفو؟ ها؟ صح كانت قريب ياك، راه كتوجد باش تفتح قناة ديالها ياك، كتوجد بدات تقتنع بالفكرة بأنها دير قناة، حيت كلشي الناس في الكومنتيرات كيقول لك ديري لها قناة هي باش تعاونوها، يعني تاخذ الموضوع ديال الحالة ديالها المرض ديالها ماشي حياتها الشخصية،
ديال الحاله ديالو باش اللي عنده بحال الحاله ديالها يتحدى الاعاقه ديالو. يعني تحديد الاعاقه. يعني راه كاين العلاج، كاين كل شيء، واخا ما عندكش يدك رجلك، عندك نيفك، عندك فمك تكتب به، يعني باي طريقه. مهم تواصل مع الناس. مهم التحدي. هذاك الشيء اللي باغي ندير في القناه ديالنا، وكنتمنى اذا تحدي الاعاقه. اي تحدي الاعاقه. ياك وشنو باغي تسميها؟ شنو باغي تسميها؟ شيماء الرجويه. لا شيماء الرجويه. قالت لا قناه شيماء. 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 شيماء تحدي الاعاقه. ذوي الاعاقه. قالت لك عجبات. لا شيماء تحدي الاعاقه زوينه. تحدى الاعاقه. عرفتي باش تعطي تموتيفي. تشجعي حتى ناس اخرين، تشجعي حتى ناس اخرين شي ما باش تما يديروا حال، ماشي بقى انسان كاسر في الدار. بالعكس انت غتكوني غتدير واحد الالهام الناس اخرين، الناس اخرين تما يتبعوك، حتى ذاك اللي عنده اعاقه ملي غيشوف شي ما تبارك الله ودات القناه تقدر دير جمعيه تقدر ماشي ممكن. بالعكس لقات لي دعامه دير جمعيه ودير يعني واخا كتكتب بالانف ديالها يعني راه كتواصل. كدير كل شيء، راه عندها الباج ديالها دابا الحمد لله طلعات، تيك توك ديالها مزيان الحمد لله. صافي غنقول ابوني هذاك الشيء ديال تعاوني معايا شي بقى. الحمد لله الحمد لله اللهم لك الحمد. دابا ان شاء الله دابا كما قلتي لنا اختي ناديه، احنا الحمد لله طمأنينا على شيماء، عرفنا بان غادي تدخل ان شاء الله يوم الاثنين ان شاء الله المقبل في العمليه الصح على الثامنه صباحا ان شاء الله غادي نكونوا مواكبين العمليه ان شاء الله. ولكن اشنو من وراء العمليه؟ هذه اللي بغيت نقول لك اشنو من وراء العمليه؟ ما عندي حتى شي مدخول، ما عندنا حتى شي حاجه. ما عنديش. شنو كيتطلب الامر من وراء العمليه؟ ما عندناش حتى السكن، ما عندناش، انا غير مع الوالدين ديالي، مع الوالده، الوالد توفى لي، ما عندنا غير دار ديال الوراثه راك عارفين، عندي الدروج كنركبها، عندي مشكل، ما عندي السكن، ما كرهش اللي عاوني. دابا هاد الدروج اللي كتبها مع دابا كنركبها وكنطلع بمرات يدي ورجليا باش نهز راك عارف 16 عام تقالت. كتكالي الدروج باش تطلعي. والله شحال من مره طحت انا وياها. والله المرات كتثقل عليا كنطيحو. كطيحيها شيما؟ كطيحيها؟ ما كنخاف عليها، كنقول نطيح انا وما طيحش فيا، كنقول تجي فيا الدقه انا وما تجيش فيا هي، ولكن الله غالب ما عنديش. داك الشيء اللي كاين، الا كان شي حد بغى يساعد شيماء المستقبل ديالها، الله يجازيكم بالخير اللي بغى يساعد شيماء ان شاء الله. اذا كما سمعتوا معنا مشاهدينا الاوفياء، حطينا لكم في الجديد ديال شيماء، شيماء اللي اللهم بارك تحدات الاعاقه واستطاعت انها تخترق يعني مواقع التواصل الاجتماعي عبر تيك توك، عبر فيسبوك، انستغرام، يعني جميع مواقع التواصل الاجتماعي، يعني كذلك كدير المونتاج، وحنا كنعرفوا بان المونتاج الناس اصحاء يعني اسوياء وكيستعصي عليهم انهم يديروا المونتاج. فشيماء ما شاء الله كيف ما قلت لكم اعطي الله واحد الموهبه ربانيه سبحان الله، يعني لله في خلقه شؤون. داكشي ديال الالكترونيك يعني بحال تفلاشي لك التليفون، تصايب لك كتفلاشي التليفونات، تصايب لك داكشي كامل دماغ الكترونيك. سبحان الله. دابا خاصنا نخافوا منك اشيماء. كتضحكي عليا. خسر لي التليفون يجي عند شيماء. صافي غنجي عندك، خسر لي التليفون يجي عندك. صافي نجي عندك. شحال قالت لك؟ داكشي ديال الله الحمد لله. الحمد لله. اللهم لك الحمد. الحمد لله. سمعتوا معنا صراحة الجلسة مع شيماء يعني الانسان ما يملش منها، لان بطبيعه الحال كتحس براسك مريح حدا معجزه ربانيه سبحان الله. يعني صراحه بكل ما تحمل الكلمه معنا. ما كانتش هكا. بكل ما تحمل الكلمه معنا صراحه. كانت راسها مرخي، كانت يدان دايرين، كانت ماشي هادي شيماء. ياك. ولكن قاسيت معها الحمد لله 19 عام ما ساهلاش. باش تجلس وتولي تاكل، دابا راه ولات تهز بايديها شويه. ولات تجلس والجلسه مقادسه. الحمد لله كتصلي. دابا ولات كتجلس عندنا واحد الجلسه ديال دوك الرجاويين ياك. ياك اشي ما كتجلس عندنا الجلسه ديال الرجاويين. قالت لك. الحمد لله الحمد لله. الله يخليها لك اختي ناديه، الله يخليك ليها. امين امين. وتاتي شوفي كتستحقي وسام. الله يكثر فخري ديال الامومه صراحه. الحمد لله الحمد لله.
هذه الام المدرسه خصها ضروري تعطيها النتيجه الحمد لله. ماشي اي ام اختي ناديه ماشي اي ام. انا كنفتخر كنعيشوا حالات اختي كنعيشوا حالات. انا كنفتخر بها وحمد الله وشكرها بها الحمد لله. كنتمنى مازال ندير لها مستقبلها وتزيد قدام وتولي تهضر لان مازال خاصني نبدا طبيب ديال النطق. راه مازال راه بدات كتهضر دابا حيت معنويا هي راه خاصها نفسيا الحمد لله مازال غنتبع معها. واش هذا الشيء علاقه عنده علاقه مع الطب النفسي؟ كاين كاين شي علاقه مع الطب النفسي؟ لا ضروري هذه الحالات ضروري نفسيا. دابا هي راه تحدات شحال من حاجه حتى داك الخوف ما بقاش فيها ديك الحشمه ديك راه هانديكاب يشوف فيا شوف انا ناقصه هذه لا ما بقاتش يعني الحمد لله ولات عاديه كتجلس وسط الناس عادي راه كتوقف دابا وبدات كتمشى يعني الفضل كيرجع مع الدكتور الفاس الله يجازيه بالخير الحمد لله يعني الطبيب تا هو خلق معجزه في الحمد. وكاين هذا العمليه اللي عندها ان شاء الله في مدينه الدار البيضاء اييه في مصحه الاطفال في كلينيك الوازيز ان شاء الله وغادي نواكبوا العمليه ان شاء الله ديال شيماء ان شاء الله دعواتكم لشيماء كنتمنى تدعيو مع بنتي وتساندوني وتوقفوا مع عملية شوية صعيبة إن شاء الله بالخير. إن شاء الله المغاربة المغاربة معروفين المغاربة معروفين الحمد لله معروفين بسعة الصدر ديالهم معروفين بالقلب الكبير معروفين بزاف الحمد لله هذا هو التميز اللي كيتميز به الشعب المغربي داكشي بكامل الشعب المغربي بدون مجاملة كيحس بخوف فين ما مشيتي الحمد لله فين ما مشيتي ملي كتسمع هذا مغربي أو هذه مغربية فكتكون متميز سبحان الله وحنا كنفتخروا اننا كنتابعوا لهذا الوطن الغالي الحمد لله حنا كنفتخروا صراحه كمغاربه وكمغربيين كنفتخروا اذا ان شاء الله وغادي نعيشوا معكم مشاهدينا الاوفياء غادي نعيشوا معكم العمليه ان شاء الله ديال شيماء اكيد اكيد واللي كنتمناو هو دعوه ديال المغاربه ديال المغربيات لا داخل ارض الوطن ولا خارج ارض الوطن كنتمناو تكون الدعوات ديالهم والحمد لله حنا كنعرفوا هذا الشهر ديال غفران شهر شعبان اللي مقبل ان شاء الله شهر رمضان هذا الشيء علاش ناديه خلاص انها دير العمليه دابا ياك ناديه؟ اي خاصنا الدعم المعنوي قلت في هذا الشهر الكريم وهذا الشهر المبارك شيماء عزيز على شعبان عزيز على الطقوس ديال رمضان جات كندير قبل رمضان كتصوم شيماء؟ شيماء كتصوم اهلا كتصوم كتصومي شيماء؟ دابا راه صامت شعبان في الاول ان شاء الله صمتي شعبان في الاول؟ ما كتصوم انت ما سمعتي كتعرف كل شيء يعني حنا الله يغفر لنا حنا بنادم صحيح ولكن سبحان الله ضروري صمتي الاول ديال شعبان شي اييه صمتي غتصوم النص ان شاء الله في الاخريه ان شاء الله باذن الله ان شاء الله شكرا لكم كاملين اذا كيف ما سمعتوا معنا حنا حاولنا نحطكم في الجديد ديال الشابه شيماء اللي هي كنعاود نذكر لانها كتموت على شي حاجه سميتها الرجاء كتموت على شي حاجه سميتها الرجاء يعني كتموت على شي حاجه سميتها الرجاء يعني هي كتبقى بنت المغاربه كاملين يعني من طنجه للكويره وكذلك داخل وخارج ارض الوطن ولكن الميول ديالها كما كنقول المحبه ديالها والقلب ديالها مشى عند فريق الرجاء البيضاوي اللي كيبقى فريق عريق فريق كبير بطبيعه الحال الى جانب جميع الفرق المغربيه ما كنستنيو حتى شي فريق الحمد لله كلهم كيشرفونا في المحافل الدوليه كنشجعوا الجميع الحمد لله حنا مغاربه الشعار ديالنا الله الوطن الملك اذا ان شاء الله في انتظار دخول شيماء الى مصحة لاجراء العمليه الخامسه اللي كنتمنوا مره اخرى كنتمنوا ان تكون دعوتكم مغاربه تكون دعوتكم مع شيماء ان شاء الله باش تخرج فواحد الشكل جديد ان شاء الله ماشي سهل انك تجري خمسه ديال العمليات اربعه ديال العمليات اللي دازوا الان وحسب اقوال ديال ناديه يعني راه الحاله اللي على شيماء الان راه ماشي الحاله اللي كانت على بالامس فهمتي تحسن كبير ولله الحمد وهذا من بعد الله سبحانه وتعالى فضل التضامن ديالكم خوتي المغاربه والمغربيات لا داخل ارض الوطن ولا خارج الوطن اللي كنقول المغاربه راه اينما حلوا وارتحلوا فيما كانوا التحية لهم من المنبر ده تحية كذلك الجمهور العربي اللي كاين فيه اللي في دول أخرى متبعين شيماء وتواصلوا معنا الأخت نادية راه شافت كل الإخوة اللي تواصلوا معنا من سوريا الإخوة اللي تواصلوا معنا من سوريا إخوة كنعتذر إخوة اللي تواصلوا معنا من سوريا من مناطق أخرى من مصر من يعني الناس كلهم كيسولوا على شيماء إذا هذا الحمد لله راه في حد ذاته راه كيبين على أن العروبة والإسلام راه كيجيو
في الدم ديالنا كاملين كعرب كمسلمين. اذا باش ما نطولش عليكم اختي ناديه كلمه الاخيره ديالك باش نختم. شكرا لكم كاملين، وكنتمنى نضيعوا مع شيماء وتوقفوا تساندوني في اليوم الاثنين ان شاء الله تدوز العمليه بخير وعلى خير. كنتمنى تساعدوني وتدعيوا مع شيماء. شيماء شي شي دعوه زوينه، دعيو معايا كنت بغاتهم يدعيو معاها. شوفيهم دائما قولي لهم يدعيو معاها. شيماء هزات عينيها يعني كتقول لكم دعيو معاها، فرحانه دعيو معاها دعيو معاها. واحسن دعوه هي انكم تبارطاجيو القصه ديال شيماء باش لعل وعسى تصادف شي 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 واحد في يعني في شي مكان مقدس، سواء يعني الحمد لله راه جميع بقاع العالم الحمد لله مقدسه، وحيث ما كنتم فتم وجه الله. الانسان فيما كان كاين وجه الله سبحانه وتعالى، ولكن كاين بعض الاماكن مثلا نقول غير الكعبه، غير كاين شي اماكن اللي كتكون مقدسه عند يعني ربما هاد المشاركه ديال هاد الفيديو ديال شيماء كذلك فهو تضامن مع شيماء ومع الام ديال شيماء، باش الدعوه ديالكم مع شيماء ان شاء الله انها تخرج بخير وعلى خير ان شاء الله. نعاود نجيو نسجلوا معاها وتكون واحد الحاله اخرى وان شاء الله، وحتى الكلام تعطينا شي كلام يكون زوين ان شاء الله ياك شيماء. ان شاء الله. اذا كما اقول دائما لكل بدايه نهاية، وإذا هنا سنأتي على نهاية هذا البث على أمل اللقاء بكم في بث آخر. دمتم في رعاية الله وحفظه. كان معكم مراسل مغارب نيوز مصطفى القرناوي يحييكم من هنا من منزل شيماء المقبلة على عملية جراحية يوم الاثنين إن شاء الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى اللقاء.